المهم ان احنا نتكلم على فكرة العدالة بمفهوم أوسع. اولا يعني فكرة تعريف العدالة الضريبية دي اختلف يعني خبراء المالية العامة عموما، لانه يعني العدالة شيء نسبي، مفيش يعني ما يسمى بالعدالة المطلقة، ده شيء نسبي، فحتى خبراء المالية العامة لم يتفقوا على تعريف محدد للعدالة. ولكن هناك يعني عناصر معينة ممكن نتكلم فيها فيما يتعلق بالعدالة. اولا العدالة ليس فقط في انه يعني اخد ضرائب من الناس واعيد توزيع الدخول. احنا عايز اقول انه يعني انا لو بدي حوافز لبعض الشركات الكبيرة ممكن الناس تتصور ان ده ما فيهوش عدالة، ولكن ده الهدف من يعني الانتاج والنشاط الاقتصادي في اي دولة هو توفير فرص عمل. فاذا كنت انا هدي بعض الحوافز لأنواع معينة من الاستثمار اللي هي بتوظف عمالة وهقدر أنها أخلق فرص عمل، فأنا بنعتبر ده نوع من العدالة، لأنه ليست العدالة فقط أن أنا يعني أوزع الفقر على المواطنين، ولكن العدالة الأكثر أن أنا أخلق لهم فرص عمل. فقد يكون العدالة ليس مجرد ما اللي بنقوله أنه ضريبة تصاعدية أو كده، ولكن زي ما بقول خلق فرص عمل ده نوع من أنواع العدالة قد يتم باستخدام الضرائب. دايما يتقال انه الضريبة التصاعدية هي يعني عنوان العدالة الضريبية، وانه مصر ازاي ما بتطبقش ضريبة تصاعدية. والحقيقة مصر بتطبق ضريبة تصاعدية، وده مش بس في القانون ده، بدءا من الدستور اللي بينص على انه تفرض ضريبة تصاعدية على الافراد، وده يعني نص موجود في الدستور وفي القانون في ضريبة تصاعدية، لانه يعني في العالم كله انه الضريبة على الشركات بتبقى ضريبة ثابتة. احنا عندنا في مصر ضريبة 22.5% على الشركات، لانه لا ما ينفعش نعمل ضريبة تصاعدية على الشركات والا كل شركة هتنقسم الى عدة شركات وتنزل في الشرايح الاقل، وده يعني لا يمكن تطبيقه، ده زي في العالم كله. انما في ضريبة تصاعدية على الافراد، احنا في مصر في ضريبة تصاعدية يعني الشريحة الاولى اللي هي المعفاة في حدود 8000 جنيه، من 8000 جنيه لغاية 30,000 جنيه الضريبة 10%، اللي بياخد أكتر من 30,000 جنيه لغاية 45,000 جنيه بيدفع 15%، من 45,000 جنيه ل 200,000 جنيه 20%، وما يزيد بيدفع 22.5%. فده معناه أنه في ضريبة تصاعدية، كل ما بيزيد الدخل بتزيد الضريبة. زائد كمان اللي طبق بقى اعتبارا من 2017 نظام الخصم الضريبي، احنا حبينا نزود تصاعدية الضريبة بس من خلال تخفيض الضريبة على الأقل دخل. فالشريحة الأولى مثلا اللي هي 10%، لو قلنا إنه اللي بيدفع في الشريحة الأولى بيدفع 100 جنيه بياخد طبقا للقانون خصم 85%، يعني هو الضريبة عليه بتطلع 100 جنيه هو بيدفع فقط 15 جنيه. الشريحة الأعلى عنده خصم أقل وهكذا. فاحنا تصاعدية الضريبة متطبقة في مصر سواء من خلال الشرايح الضريبة أو من خلال نظام الخصم الضريبي اللي اتطبق، اللي هو بيستفيد به صغار يعني دافع الضريبة وأصحاب الشرائح الأقل دخلا. يعني زائد كمان لما نتكلم على الإعفاءات الضريبية، احنا قلنا في 8000 جنيه للشريحة الأولى معفاة، في لأصحاب المرتبات في 7000 جنيه إعفاء سنوي كمان، وزائد بعض يعني الخصومات ونظام الخصم الضريبي اللي احنا قلناه، فتقريبا اللي بياخد في حدود الحد الأدنى من الأجور اللي هو 2000 جنيه ما بيدفعش ضريبة تقريبا، واللي هو الحد الأدنى اللي تقرر حديثا يعني. فده يعني بيدل على انه في عندنا الى حد ما قدر من العدالة. لما نتكلم على الضريبة العقارية مثلا، في السكن الخاص للممول في حدود 2 مليون جنيه ما بيدفعش عليه ضريبة، وكل ما زاد قيمة العقار بيتم سداد ضريبة عليه في غير السكن الخاص. ده في قدر من العدالة يمكن الناس ما تشوفوش، ولكن احنا انت ما بتدفع صاحب الممتلكات والعقارات الكبيرة بتدفعه ضريبة لصالح يعني الأقل دخلا، وخصوصا ان في جزء من دخل او ايرادات الضرائب العقارية بتروح للمحليات، يعني 25% من ايرادات الضرائب العقارية بتاخدها المحافظات لعمل خدمات للمواطنين.
لما نتكلم على ضريبة القيمة المضافة، لما يكون عندي تقريبا 57 سلعة معفاة، كل ما يتعلق بالأكل والعلاج والتعليم، كل ده معفي من ضريبة القيمة المضافة. فهنا بقول إن كل ما اللي بيستهلك أكثر في سلع غير أساسية بيدفع ضريبة لصالح اللي بياخد يعني استهلاكه أقل، وفي سلع أساسية ده ما بيدفعش ضريبة. فده كله نوع من أنواع أو أشكال العدالة اللي هي ممكن نقولها زي ما قلنا مفيش عدالة مطلقة، وما نقدرش ندعي أن النظام الضريبي هو يعني النظام العادل أو الأكثر عدالة في العالم، ولكن هناك مظاهر للعدالة الضريبية، ولكن بنرى بقى أنه يتم استكمالها بحاجات كتير. يعني هو الحقيقة دي من الكليشيز اللي الناس بتقولها على طول، انه اكتر ناس بتدفع ضرائب هم الموظفين. ده الحقيقة مش معلومة صحيحة. هما ممكن يكونوا اكتر الناس التزاما بالضرائب. احنا عندنا في مصر حوالي 15 مليون موظف تقريبا، سواء في القطاع الخاص او القطاع العام. دول بيدفعوا كام؟ بيدفعوا 7% من حصيلة الضرائب. يعني لو تبصينا الارقام، الحصيلة الضريبية في 2017-2018 كانت إجمالي الحصيلة 629 مليار جنيه، فقط منها 46 مليار جنيه تقريبا دي حصيلة ضريبة المرتبات. فدي زي ما بقول بتمثلش أكثر من 7%. هم الأكثر التزاما لسبب إن الضريبة بتخصم من المنبع، فهو مش بيروح يقدم إقرار ضريبي وبعدين بيقدر الضريبة، هي الضريبة بتتخصم منه بالشرائح اللي احنا شرحناها دي وبتورد لمصلحة الضريبة. فهو الأكثر التزاما لظروف تحصيل الضريبة، ولكن ليس الأكثر سداً للضريبة، لأنه زي ما قلنا النسبة عندنا مثلاً الشركات في 17-18 دفع حوالي 143 مليار جنيه، اللي هي بتمثل 23% من الحصيلة الضريبية. الجمارك مثلاً 38 مليار، اللي هي 6%، وهكذا. فليست هي النسبة الأكبر، ولكن هي الفئة الأكثر يعني التزاماً وبعداً عن التهرب الضريبي لظروف فكرة الخصم المنبع، ولأنه هو مرتبه بيدفع من جهة معينة هي اللي بتخصم منه وبتورد لي، أو جهة العمل يعني اللي بيشتغل فيها وبتخصم منه وبتورد لمصلحته.